السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوار هبة بريس الكرام، نعيش وكما يعلم الجميع أجواء تهم الجانب الديمقراطي بالبلد، وهي أجواء الاستحقاقات الانتخابية التي لا تفصلنا عنها سوى أياما معدودة. نستضيف أستاذا مبرزا سياسيا وازنا مؤثرا على المشهد السياسي منذ أمد بالمملكة المغربية الشريفة، الأستاذ إدريس الشجر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. هو ابن مدينة الرباط لأصول من طرجيشت سنة 1954 25 ديسمبر. دخل الاتحاد الاشتراكي سنة 1970، الحماس دياله مكنه حينها أن يشغل منصب مسؤول وطني للشبيبة الاتحادية من سنة 1975 أيام المسيرة الخضراء وما جاورها إلى سنة 1983. هو من يعني الأصوات الاشتراكية المؤثرة اللي بفضلها تمكن المغرب أن يتجاوز حقبة ومرحلة جد صعبة، على رأسها رجوع السي عبد الرحمن يوسفي من المنفى ديالو اللي كان محكوم بالإعدام. إدريس الشجر كما يعلم الجميع أو كما لا من لم يعلم أنه محامي قانوني، و يعني هذا الجانب ديالو ربما زاد مكنه من معرفة الأشياء الكثيرة على مستوى القانون الدولي ولا الداخلي. إذن مرحبا أستاذ كريم، أول شيء ماذا تعني لك هذه الوردة؟ الوردة تعني المستقبل، الوردة هي رمز لكل الاشتراكيين واليساريين في العالم اللي تحملوا القيم بالعدالة الاجتماعية، ديال الحرية، ديال المساواة. فمن الوردة ما تنبثقش غير ديك العبير ديالها، ولكن عندما نرى الوردة تنشوفوا تاريخ كل التقدميين واليساريين وكفاحهم من أجل الحرية والمساواة. أستاذ إدريس، الآن كتعيش أعتقد مخاض، لأنه مواجهة خصوم، مواجهة تحديات للوطن. بماذا تمتاز هذه الحقبة الحالية ديال الانتخابات أو الاستحقاقات ديال الجانب التشريعي؟ إيوا، الميزة ديالها هي أولا في الفضاء، الفضاء تغير. نحن في الاتحاد الاشتراكي الذين خبرنا التحكم والاستبداد نتذكر كيف كانت تمر علينا الانتخابات. انتخابات ركبت فيها الزروقة وخلينا نضربونا، انتخابات وقمع، انتخابات كانت في ظروف اللي تنمشيو فيها نديرو شي تجمع ولا شي حاجة في شي اقليم ولا في شي مدينة، ولكن تيشدوك قوات الدرك تيحرموك من الوصول الى تلك المدينة او تلك ما تتوصلش كاع. انتخابات اللي كانت تغلق فيها المقرات ديالنا، كانت هذه سنوات السبعينات، سنوات الصعبة. ولذلك احنا اليوم نفخر لأن كفاحنا ونضالنا وكذا وصلنا إلى أن نعيش الانتخابات في جو آخر، خاصة بعد حكومة التناوب وما تلاها والتراكمات التي حققتها بلادنا فيما يتعلق بتطوير العملية الانتخابية ومكاسب الديمقراطية التي تحققت على هذا المنوال. ولذلك اليوم تنعتبر ولو أنه يمكن نقولوا ما وصلنا شيء إلى كامل أهدافنا في هذه العملية، ولكن تنعتقد أن بلادنا قطعت خطوات كبرى على درب الديمقراطية، وأن الاستحقاقات الحالية إذا تحملت هذه الحكومة مسؤوليتها كاملة وقللت من
اللعب على الحبلين والخطاب ديال المظلومية ووعات بأن استحقاقات هذه المرة تجري في سياقات أساسية على رأسها سياق ديال القضية الوطنية التي يجعل من مسؤوليته باش ما يعبتوش ويقولوا أي كلام. إن الذي يتحدث الآن عن دولتين في البلد، الذي يتحدث عن التحكم، والذي يتحدث بلغة أنه يحكم ولا يحكم، والتي يتحدث بهذه الأوصاف، لا شك أن كلامه هذا سيكون له أثر على بلادنا وعلى مؤسساتها وعلى مصداقيتها، وأن هذه المزايدات إذا استمروا فيها من حيث لا يدرون تأثروا على السياق ديال القضية الوطنية ديالنا، خاصة أنتم تلاحظون ما يجري في جنوب المملكة على الحدود، وتلاحظون مشاكل التي لدينا شرقا خاصة مع التحرشات ديال بوليزاريو والإساءات التي حاول يدير، وكذلك في المنتظم الدولي مشاكل التي كانت لنا مع الأمين العام ومع مع القوات المينيرسو. هذه الأمور إلا خديناها بمسؤولية غادي تجعل كل واحد يراجع أموره، خاصة كذلك أن واحد المجموعة الاستحقاقات تعرفها دول فاعلة في السياسة الدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يتطلب من الجميع أن يتحمل مسؤوليته. أستاذي هنا غنرجعو، كنا حضرنا كهيبة بريس مقر ديال مجلس النواب واستمعنا الحصيلة الهامة ديال الحزب، وتلفتوا بواحد الكلمة أثارت نوعا ما وأسالت المداد، وهو أن حزب الاتحاد الاشتراكي سيتصدر الانتخابات. هل هذه الجملة جاءت من أجل التحفيز أم لكم ما أثار يعني هذا الموضوع لديكم؟ بالعكس، أنا أعتقد أن الدينامية التي يعيشها الاتحاد الاشتراكي اليوم بفضل العمل ديال مناضليه ومناضلاته والمجهود اللي تبذل في مختلف الأقاليم وفي مختلف القطاعات، حنا الآن عندنا مؤسسات حزبية محلية وإقليمية وجهوية، حنا اليوم على مستوى القطاعي تنظيماتنا الشبيبية والنسائية والقطاعية من مختلف المهن، مختلف التنظيمات المهنية كلها تتجدد، ولربما غادي تكونوا تتلاحظوا أنه كدأبنا في الاتحاد الاشتراكي اليوم استعاد الاتحاد الاشتراكي المبادرة، وتتلاحظوا أن عنده فعل واضح في الحقل السياسي وفي الحقل الحزبي، ولنا من المبادرات ما يجعلنا متميزين عن الآخرين. لذلك هذه كلها عوامل، أنا ماشي شوافة باش نقول لك نحن اللي غنجيو الاولين، ولكن اعتقد ونحن نتوجه لهذه الاستحقاقات لا يمكن الا ان يحدون الامان، واننا داخلين من اجل ان نكسب الرهان، وكسب الرهان يكون في احتلالنا للمرتبه الاولى او المراتب الاولى على الاقل. استاذي الكريم، في حاله ما اذا حاز الاتحاد الاشتراكي على درجات مهمة، هل لكم أن تطلعوا الرأي على تكهنات حول التحالفات؟ إيوا كما قلت لك، أنا ماشي عراف باش ندير شي تكهن حول التحالفات، ولكن يمكن لي نقول لك قاعدة في البلدان العريقة في الديمقراطية أن كل حديث عن التحالفات يكون بعد إعلان النتائج عادة، لأن اللي مسؤول على الحديث عن التحالفات أولا الحزب الأول الذي عرض عليه الدستور البحث عن هذه التحالفات. طبيعة الحال وقتها
عطت من تيجي يدق عليك الحزب الاول، اما انك تتلتقي معه على مستوى البرنامج وعلى مستوى المرجعيه وعلى مستوى القيم، وبالتالي في كل هذا التحالف معنا، واما انه ما تيكونش التقاء على مستوى هذه الامور، وبالتالي تولي الهجس هو الكراسي. نحن حزب نربأ بانفسنا ان نؤسس اي تحالف فقط من اجل الولوج او من اجل الكراسي. احنا ما سيحكم تحالفاتنا كما قلت، ما سيحكم تحالفاتنا هو البرنامج، وهو كذلك المرجعية، وهو كذلك أن لا يكون أي تعارض لهذا التحالف مع قيمنا. باش نشاركوا معنا المواطنين، هبة برس كتحاول ما أمكن تهبط الميكرو لبعض المواطنين وناخذوا منهم أسئلة سواء أنها صائبة أو غير ذلك، ممكن ناخذوها كنعرضوها مباشرة. إذا عندنا نموذج. السلام عليكم السي إدريس الشقر، شنو الجديد اللي قدم الحزب ديالكم لحقوق المرأة؟ معروف أن الشباب المغربي باقي غالبيته كيعاني من البطالة، وهذا البطالة مشكل حتى على الدولة. تقدوا تقولوا لنا شنو درتوا في مجال التشغيل بالنسبة للشباب؟ السي شقر مبروك عواشركم بالصحة والسلامة. السؤال ديالي يمكن حتى هو كيروج في خاطر ديال مجموعة المغاربة، أن كيخص القدرة الشرائية، أنه في عهد هذه الحكومة هذه القدرة الشرائية ديال المغاربة تقاست بزاف، واخا كانوا زيادات في لي سالير ديال الموظفين، الا ان داك الزيادات كانت كتواكبها واحد زياده صاروخيه في مجموعه من المنتجات الضروريه واليوميه للمواطن. واش بالنسبه للحكومه الجايه الا شاركتوا فيها ان شاء الله، شنو نتوما ناويين ديروا باش تحسنوا من القدره الشرائيه ديال المواطن، لا الضعيف لا متوسط الدخل؟ ايوا بالنسبه للتساؤل الاول حول المراه وحقوق المراه، لربما ما يميزنا عن الآخرين هو أننا الحاملين لقضايا المرأة في هذا الوطن. نحن الحزب الذي ناضل من أجل المساواة ديال المرأة بأخيها الرجل، نحن الحزب اللي أعطينا اعتبار وقيمة للمرأة مثلها مثل الرجل، وحرصنا في أجهزتنا الحزبية أن نطلق الكوطة قبل ما تقرر الكوطة في المؤسسات باش تكون تمثيلية للمرأة. حنا كنا من السباقين اللي حددوا الثلث في أجهزة الحزب برمته، إضافة إلى أن كل قضايا المرأة سواء في الاجتماعية في المساواة في الاقتصاد، ويظل آخر مطلب هو اللي باقي ما تحققش هو فيما يتعلق بمساواتها بأخيها الرجل في حالة الوفاة في الوظيفة العمومية. هذه المسألة المرأة تتكوتيزي وكذا وكذا، ولكن عند وفاتها لا يستفيد ورثتها من هذا رأس المال التي يجتمع. ولذلك احنا تنعتقد أن الاتحاد الاشتراكي سيظل وفيا لنضاله من أجل تطوير المرأة وحقوقها في البلاد، لأننا نؤمن أن مجتمعا نصفه ما من خارج لا يمكن أن يتحدث عن تنمية شاملة. بالنسبة للتساؤل الثاني حول الشباب والبطالة، هذه معضلة حقيقة، معضلة مع كامل الأسف. هذه الحكومة لم تعمل أي شيء من أجلها، بل على العكس، حتى الوعود التي أطلقتها اليوم بتخفيض النقابة اليوم ازداد نسبة البطالة وارتفعت نسبة البطالة في المغرب. ولذلك احنا في الاتحاد الاشتراكي في برنامجنا الانتخابي تناولنا هذا الموضوع بما يكفي، وقلنا أن على عاتقنا إلى تم تصويت لنا أننا سنعمل على التخفيض من نسبة البطالة إلى أقل من 8%، 8% فأقل. كما أننا نعيد بكل موضوعية على خلق مناصب شغل سنوية ديال 150,000. هنا هذه الأرقام ربما ما تشبعش رغبات
الحاجات الملحة اللي مطروحة، ولكننا ما بغيناش نضغطوا العواطف ديال الرأي العام ونطرحوا أرقام نحن واعون ويعي الجميع بأنه يستحيل تحقيقها. لذلك تنطرحوا ما هو ممكن وانطلاقا من تحليل ملموس لهذا الواقع ولإمكانياته. النقطة الثانية تتعلق بالقدرة الشرائية والزيادة في الأجور، ولن هذه الحكومة ما تحركاتش الأجور في هذه الخمس سنوات، لا هي تحركت بشكل ديال النقصان الحذر. يعني الرأي العام المتدخل، الرأي العام يعرف بأنه الأجر اللي كان تيشد الموظف سنة 2011 لما حمل قل، اليوم قل بسبب المساهمات ديالو اللي ارتفعت فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية أي التقاعد إلى آخره، وقلت كذلك بسبب أن الضرائب الغير المباشرة وخاصة السؤال المتعلق بالقدرة الشرائية ضرائب كبيرة راه مسات حتى بعض المواد بحال السردين بحال أبسط الأشياء اللي تحتاجها المواطن والفئات المحرومة. مع كامل الأسف حتى هذه المساهمة بواسطة الضرائب اللي تمس فيها بشكل كبير هما الفئات المحرومة والهشة والفئات الشعبية. لذلك تنعتقد أن القدرة الشرائية ديال المواطنين ضربات، رغم أن الظروف اللي دازت فيها هذه الحكومة وخاصة الظروف الدولية كانت ظروف مناسبة ومواتية، ما عرفتش الجفاف الذي عرفته حكومات سابقة، ما عرفتش وضعية في السوق الدولية اللي يمكن تأثر على استيرادها للغاز والبترول، العكس كانت أسعار متدنية، ما عرفتش كذلك الوضعية الدولية اللي كانت يمكن تجعل من المغرب مركز استقطاب ديال الاستثمارات وديال السياحة وديال كذا، واللي كانت كلها ظروف ملائمة بالنسبة إليها. ولكن مع كامل الأسف هذه الظروف هذه مواتية لم تحسن هذه الحكومة استغلالها، ولذلك كل يقول أن الأوضاع الاجتماعية ديال المواطنين ساءت، وأن القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات الشعبية ضربت في الصمت. استدنا يعني جلسة جد شيقة معكم، وصلنا الفقرة الأخيرة واللي هي فقرة الامتحان والتنقيط للشعب. هنا بعض الأسئلة مختارة من ما يفيد على هبة بريس من المواطنين، هتختار ثلاثة وترد عليها بعنوان. ايوه نختار تفضل. ولكن هذا امتحان ضروري زعما، هذا امتحان امتحان وتصبر للتعليقات. ايه قرا باش يسمعوا. اذا هذا سؤال فيه تكريم ديال صاحب الجلاله السي عبد الرحمن، هل هو في حد ذاته تكريم للحزب ام يكتسي طابعا خاصا؟ ايوا هذا تكريم للشعب المغربي ولرجالات الدولة فيه. جلالة الملك بكل الامتنان بالنسبة إلينا في الاتحاد الاشتراكي اعتبرناه منصف التكريم لتجربة الاتحاد الاشتراكي في التناوب ولمساهمة الاتحاد الاشتراكي من خلال أخينا عبد الرحمن في قيادة حكومة التناوب. ايوا ناخذ هذا الكريب. رايكم في الضجه المتعلقه بتصريح بن عبد الله حول التحكم وبلاغ الديوان الملكي؟ والى لاحظتي في بدايه استجوابنا تطرقت نسبيا لهذه القضيه وتحدثت شتان بين ما يسمونه اليوم التحكم والتحكم الذي عاشه المناضلون الحقيقيين. ولذلك أنا لا يمكن كما قلت إلا أن أعتبر أن بلاغ الديوان الملكي دق الناقوس بالنسبة إلينا جميعا، وخاصة كفاعلين سياسيين، وخاصة الموكول لهم الإشراف وتدبير هذه العملية الانتخابية
واللي خصنا نحرصوا انها تاخذ حجمها الحقيقي وتدبر بكل مسؤوليه. فقضايانا الكبرى لا بد ان تكون حاضره في اذهاننا، خاصه قضيه وحدتنا الترابيه. اخر سؤال. ايوا شوفوا هذا. ايوا علاش ما تقدمتش للانتخابات؟ واش خايف من النتائج؟ انا درت ربعه الولايات من 93 وانا تنتقدم في الربعه، يعني تقريبا 20 عام ديال البرلمان. مني تقدمت في 2011 قريت في الصحافة وكانت آراء تقول لي بزاف الوجوه ما تتغيرش ما تتبدلش، درت كانت الحملة في هذا الاتجاه. اليوم كذلك أنا عن وعي، ولربما الموقع والمسؤولية عن وعي اخترت لا أتقدم الانتخابات، ولكن تقدمت لها بطريقة أخرى، هي أن الدائرة التي أرشح فيها دائما باسم الحزب الإخوان والتنظيمات الحزبية اختارت مرشحا أعتز بتجربته داخل الاتحاد وبكفاحه ونضاله، ولربما هي السمة اللي خلت رفاق وزملاء الصيادلة يبوؤوا مكانة ديال رئاستهم، انتخبوه رئيسا. كنا نعرفوه. والأخ حمزة بديرة انتخبوه رئيسا لهم للصيادلة في المغرب، وأتمنى أن اختيار الحزب له غادي يلقى واحد الصدى لدى الرأي. أستاذ الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، نامل وتامل هبة بريس أن تعود إليك بعد النتائج، وقد تبوأتم موقعا ترضونه ويرضوه جميع مناضلي هذا الحزب. كلمتكم الأخيرة للمواطنين ولمناضلكم المرشحين. وبداية شكرا لهبة بريس وشكرا لكم على هذه اللحظات اللي دوزناها والتي نتمنى أن تكون مقبولة من طرف الرأي العام. نأمل أن يتفهم الرأي العام الأمور كلها التي طرحناها، ونعتقد أن الاستحقاقات القادمة تستحق منا جميعا مواطنات ومواطنين باش نبدلوا واحد الجهد في بيوتنا، على طاولات الأكل، طاولات العمل، في الشارع. المغاربة خصهم يناقشوا شأنهم العام، وعلى رأس الشأن العام العملية الانتخابية التي ستجري في 7 أكتوبر، لأن هذه مسؤولية. إذا كانت الحكومة عندها مسؤولية تدبير الشأن العام، فالذي يحدد هذا الشأن العام وديك الورقه ديال التصويت التي اتوجه للمواطن باش يفكر فيها جيدا قبل ان يقرر بشانها، قبل ما يرميها في صندوق الاقتراع. اذا من المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه بمدينه الرباط نحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.